نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. تضامنا وتآزرا مع الشعب اللبناني، عودة الطائرتين العسكريتين إلى أرض تونس واللتين أمنتا مساعدات طبية وغذائية. مجلس الوزراء يقر حمل الكمامات في عدد من الفضاءات ويدعو إلى تكثيف حملات التوعية بضرورة التوقي من عدوى فيروس كورونا. مشاريع تنموية تراوح مكانها وبحث في حلحلة إشكاليات تعطيل إنجاز مشروع تبارورة ومترو صفاقس. منتصف الليل من تونس، أهلا بكم. عادت إلى أرض تونس الطائرتان العسكريتان التونسيتان اللتان حملتا فجر أمس الخميس كمية من المساعدات الطبية والغذائية إلى الشعب اللبناني لمؤازرته في محنته بعد الانفجار المدمر بمرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، وذلك بإذن من رئيس الجمهورية، وهي بادرة تضامنية لاقت الاستحسان. بحمولة ناهزت 30 طنا بين مساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية، حطت طائرتان عسكريتان تونسيتان بمطار بيروت الدولي لمساعدة لبنان في احتواء كارثة الانفجار الذي هز من العاصمة بيروت. أنه غريب على الشعب التونسي المحب للبنان، الوضع اليوم بلبنان بيروت شبه كارثة. نحن عندنا أزمة كبيرة عم نمر فيها بلبنان نتيجة الانفجار، أدى لأكثر من 6000 جريح وحوالي 138 شهيد وعشرات المفقودين، أدى لتعطل 4 من أكبر مستشفيات ببيروت بالقرب من موقع الانفجار بسبب أزمة الكورونا والعدد الكبير من الجرحى والدمار الكبير اللي صار بمدينة بيروت. نحن يمكن طلبنا المساعدات من عدد من الدول، نشكر تونس على سرعة التلبية إضافة لعدد من الدول العربية والأوروبية اللي وقفت حدنا وروسيا بهذا اليوم. وإحنا من اللي صارت الكارثة اللي حلت بلبنان، بادر سيادة الرئيس بتوجيه برقية تعزية، وكان حارس باش يبلغ صوت تونس وتعاطفها وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق، وكذلك سيادة رئيس الحكومة وجه رسالة تعزية لدولة رئيس الحكومة في لبنان. وحول إمكانية جلب 100 جريح من المصابين في الانفجار والتي كانت تونس قد تعهدت بعلاجهم في وقت سابق، أكد مدير عام وزارة الصحة اللبنانية أن المستشفيات الميدانية والمساعدات الطبية التي وصلت بلاده باتت قادرة على احتواء الوضع الصحي. الرئيس التونسي طلب منا شو عنا جرحى حالات مستعصية نبعتهم، نشكرهم. إن شاء الله خلال يومين بنشوف مدى تأمين هاي القصة. نحن حاولنا مستشفياتنا بلبنان مستوى عالي من الجودة، قمنا بعملية معالجة عدد كبير وصار عندنا بحدود 4 مستشفيات ميدانية جديدة ببيروت. نتصور إلي الجانب اللبناني بالنسبة لي هو ما عندوش حاجة لنقل ولا جرحى للمداوات في تونس، لأنه عنده هو في اكتفاء ذاتي والمستشفيات متاعهم قادرة تستوعب الجرحى اللي موجودين في لبنان. حجم الدمار وهول الكارثة جراء الانفجار الذي هز ميناء بيروت وخلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى قابله مد تضامني عالمي غير مسبوق، حيث لا تزال إلى حد هذه اللحظات دول عدة عبر العالم ومنظمات إنسانية تتسابق لتقديم المساعدات العاجلة إلى هذا البلد الشقيق، وتونس كعادتها كانت سابقة. للتلفزة الوطنية التونسية، حبيبة العبيدي، بيروت. وفي آخر مستجدات الوضع في العاصمة اللبنانية، ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي هز مرفأ بيروت إلى 145، فيما نهز عدد الجرحى 5000، وهي حصيلة مرشحة للارتفاع مع تواصل عمليات البحث عن المفقودين. يوم آخر يمر على بيروت وسط أجواء الصدمة والحداد بعد الانفجار الكبير الذي هز أركان بلد يعاني من أزمة اقتصادية وألحق أضرارا جسيمة في مدينة ما تزال ملامحها تحمل ندوب الحرب الأهلية. عدد قتل انفجار بيروت ارتفع إلى 145، فيما تصاعد عدد الجرحى ليصل 5000 شخص. أعداد مرشحة للزيادة مع تواصل جهود فرق الإنقاذ والمتطوعين في محيط مركز الانفجار وسط حطام المباني
الثاني للبحث عن بريق أمل في نجاة شخص من بين نحو 100 من المفقودين. انفجار مرفأ بيروت أوقع الدمار في البنية التحتية، حيث أكد وزير الصحة اللبناني أن نحو 250 ألف شخص أصبحوا بلا منازل تصلح للسكن بعد أن حطمت الموجة التفجيرية واجهات المباني وهشمت النوافذ على بعد أميال من مركز الانفجار، كما أدى إلى توقف 4 مستشفيات كبرى عن الخدمة وإلى مقتل وإصابة عدد من العاملين فيها. وضع المأساوي خلق تعاطفا دوليا واسعا ترجم إلى مد تضامني إنساني، أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي وصل في زيارة إلى بيروت محملا بصفقة سياسية جديدة للقيادة اللبنانية. على حد قوله أكد عزم بلاده على تنسيقها وتنظيم المساعدات الطبية والإنسانية لخروج لبنان من الأزمة، وكانت عديد المساعدات وصلت بيروت وتضمنت مستشفيات ميدانية وأدوية ومستلزمات طبية لعلاج المصابين. الانفجار أحدث زلزالا اقتصاديا في بلد يعاني أزمة مالية خانقة، وقد اعتبر وزير الاقتصاد اللبناني أن القدرة المالية للدولة محدودة جدا لمواجهة آثار انفجار مخزن بالميناء، مؤكدا أن العمل مع صندوق النقد الدولي هو الحل الوحيد أمام بلاده. من جهتها قالت مجموعة البنك الدولي إنها مستعدة لإجراء تقييم للأضرار وحاجات لبنان بعد الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت، والعمل مع شركاء لبنان لتعبئة تمويل عام وخاص لإعادة الإعمار والتعافي. يأتي ذلك في وقت قدر فيه الحجم الأولي للخسائر ب4 مليارات دولار. في جديد الوضع الوبائي الآن، تم تسجيل 41 حالة إصابة جديدة من 7 حالات إصابة محلية و34 حالة إصابة وافدة، ويتواصل تسجيل حالات محلية ووافدة بهذا النسق الذي وصف بالسريع منذ فتح الحدود، ما يؤكد عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية القطعية. أمام تواصل تسجيل حالات جديدة محلية ووافدة ووسط تخوفات وتوقعات من ظهور موجة ثانية لفيروس كورونا قريبا وأكثر حدة، تعالت الأصوات مطالبة بعدم التعويل فقط على وعي المواطن وإرجاع الحجر الإجباري للوافدين خاصة من المناطق التي صنفت بالبرتقالية. الحجر صحيح إجباري، أنا هكذا مرأي الحل المعقول هو، فهمت؟ او كما نحن نمشي العبيد، ما نحن نحسنوا الاقتصاد نتاعنا، نخليوا العبيد تجي، فما ناس كما قلت لكم عن عائلتها لهنا والكل ما فيها بيس، لكن مع هالحجر هذا تكون امور اضمن، نكونوا مرتاحين اكثر وما نبداوش خايفين الحقيقه، معناتها دونك ما فماش وعي كما يلزم. فما مواطنين روحوا قعدوا حتى اكثر من 14 يوم في ديارهم وحافظوا على الحجر وعملوا قائمه بالحجر الصحي الذاتي، وحتى فما شكون اللي ما راش صغاره، لكن فما زاد اخرين اللي ما قاموش بالحجر الصحي وهبطوا يعني من نهار القهاوي. ويبدو أن أصابع الاتهام موجهة إلى بعض الوافدين من المناطق التي صنفت بالبرتقالية لعدم التزامهم ببنود الحجر الذاتي، ما أدى إلى تواتر تسجيل حالات محلية وفق رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة محمد الرابحي. المعنيين به هما لابد أنهم يستظهروا بما يفيد التحليل السلبي، وكذلك يتم إمضاءهم على التزام للالتزام هذايا متاع احترام إجراءات الحجر الذاتي لمدة 14 يوم في أماكن الإقامة متاعه. يبقى أنه الحجر الذاتي الحقيقة نشوفه اللي بنسبة كبيرة غير محترم، وهذا هو الشيء اللي يخلي الحالات المحلية تتزايد يوم بعد آخر، وهذا لابد أن نقف كلنا وقفة واحدة باش نتصدىوا لهذه لعدم احترام الشروط الأساسية للحجر الصحي الذاتي. كما أن مسائل أخرى مرتبطة بعقلية الوافد قد تهدد الأمن الصحي للبلاد وتساعد في انتشار العدوى في علاقة بفيروس كورونا، وفق ما أكدته المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجد نصاف بن علي خلال ندوة صحفية سابقة في سياق حديثها عن المرأة المصابة بفيروس كورونا بولاية جندوبة. هذا الكا يمثل لنا احنا ان غران بوان دانتيروغاسيون، فما انكيت قاعدة تصير خاطر هي جايه من منطقه حمراء ما عندهاش اطفال، كان من الاجدر بها باش تكون موجوده في منطقه الحجر الصحي الاجباري، لكن لحد الان فما انفستيغاسيون خاطر هي حاله جديده ماناش عارفين كيفاش خرجت من الاجراء هذا. وهوني نرجع ونقول كل لي زورغان دو كونترول، كونترول سانيتير او فرونتيير، كونترول بوليسي، العباد الكل يلزمنا نطبقوا الاجراءات.
يبقى الالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية القطاعية السبيل الوحيد لتفادي موجة ثانية لفيروس كورونا. وجوبية حمل الكمامات في بعض المناطق ستحدد بقرار من وزير الصحة، هو أبرز ما انتهى إليه مجلس الوزراء، مجلس صادق على 6 مشاريع قوانين و9 أوامر حكومية إضافة إلى متابعة الوضع العام بالبلاد. أقر المجلس الوزاري الذي انعقد لإشراف رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بوجوبية حمل الكمامات في فضاءات يتم ضبطها بقرار من وزير الصحة، كما دعا إلى تكثيف حملات التوعية والتحسيس بدورة التوقي من العدوى. تشديد اليقظة والحذر في متابعة تطور الوضع الصحي في علاقة بتطور عدد الإصابات الوافدة بفيروس الكورونا، كما تم التطرق إلى إقرار وجوبية حمل الكمامة في فضاءات سيتم ضبط عددها وأصناف هذه الأماكن بمقتضى قرار من وزير الصحة. وإضافة إلى متابعة الوضع العام بالبلاد، صادق مجلس الوزراء في اجتماعه على 6 مشاريع قوانين يتعلق أهمها باتفاقيات قروض وتمويل. على اتفاقيات قروض وتمويل لفائدة الدولة التونسية متأتية من إبرام قروض مع كل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الألمانية للقروض. تم أيضا المصادقة على مشروع قانون يتعلق بمعالجة وضع التدين المفرط للأشخاص الطبيعيين اللي هما في وضعية تدين مفرط تجاه البنوك اللي عجزوا على تسديد الديون متاعهم، شرط أن تكون الديون هذه ما عندهاش الطبيعة المهنية، وشرط أنه يتم إثبات عجزهم الحقيقي والبين عن تسديد هذه الديون. من جهة أخرى تم النظر في 9 مشاريع أوامر حكومية من أبرزها أهمها أمر حكومي يتعلق بإحداث مجلس وطني للتكوين وتطوير الكفاءات وشبكة مؤسسات وهياكل التكوين عمومية، ومشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالمساعدات الظرفية لفائدة القطاع الخاص للإعلام لمجابهة تداعيات تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس الكوفيد. هذا وقد تم النظر خلال هذا الاجتماع الوزاري إلى 3 بيانات يتعلق أولها بتوازن مشروع ميزانية الدولة لسنة 21 و2000. في صفاقس مشاريع معطلة وعلى رأسها مشروع تبارورة وكذلك مترو صفاقس، في الأثناء تم الإعلان عن تقدم ملموس لإنجاز مشروع تبارورة. شاطئ تبارورة تكاد تغطيه الأعشاب الطفيلية فيما تنتشر على الضفاف الأوساخ البحرية، صيف جديد يمر به دون أن تستفيد منه البلاد والعباد، وما زال البحث جار عن حلول ولو جزئية. جملة من المطالب الهامة اللي طلبنا بها معناتها التوفيت بالنسبة للعقار للمؤسسة، كذلك احنا بالنسبة لنا عددنا الضوابط المرجعية باش نطلقوا يعني على أساس إيجاد بنك أعمال باش لمتابعة يعني المشروع هذا، وكذلك إيجاد التمويلات وإيجاد كذلك المستثمرين للمشروع هذا. كل المشاكل العقارية سترفع إلى المجلس الأعلى للاستثمار، وهذا كان القرار بالنسبة لمجلس الوزراء البارحة، حتى أن ينظر في العراقيل هذه وفي خاصة تثمين المخزون العقاري ودفع المشاريع هذه والحث وحلحلة المشاكل العقارية. تبارورة يبدو أنه صار موضوعا ملحا على الحلحلة كأحد المشاريع التي أعلنت وزيرة المشاريع الكبرى عن تقدم ملموس في طريق إنجازها بصفاقس. احنا كملنا الدراسات متاعنا التمهيدية، وحاليا قاعدين نحضروا في ملفات الانتزاعات وملفات تحويل الشبكات العمومية. حاليا الجديد هو صيغة تمويل المشروع، اللي هو الحكومة مش تقرروا سوى مش يكون تمويل عمومي وإلا تمويل شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص. دونك هذا القرار اللي مش يتخذ في الأيام المقبلة إن شاء الله. بالنسبة للبارحة المجلس الوزاري مضيق وقع تقديم مشاريع فيها عراقيل منذ مدة،
بالنسبة لمدينة صفاقس نعرفوا مشروع تبارورة، وإحنا اليوم في مقر تبارورة، مشروع مترو صفاقس، مشروع برج صخيرة اللي وقع معناها حلحلة عراقيل منذ 12 سنة. اليوم وجدنا حلول بالنسبة للزون لوجيستيك بالنسبة للقربور، كيف كيف مهم لأنها بتزيد في تنافسية المؤسسات وتخفف على ميناء صفاقس. مشاريع جلها تراوح مكانها في الملفات أو في أحلام المواطن، هي رهينة المشاكل السياسية والأعباء الثقيلة للمالية العمومية. فهل تقدر ساعات حكومة تصريف الأعمال على زحزحة عراقيل بحجم عقود من تاريخ الجهة؟ قال متحدث باسمي الشرطة الفرنسية همسي الخميس إن مهاجما مسلحا يحتجز 6 رهائن في مصرف بمدينة لوهافر الفرنسية يبلغ من العمر 34 عاما ومصاب بمرض نفسي منذ فترة. وأضاف المصدر ذاته أن رجلا مسلحا استسلم للشرطة في بنك بمنطقة لوهافر في شمال فرنسا اليوم الخميس بعدما احتجز 6 رهائن. وأضاف مسؤول بنقابة الشرطة في فرنسا أنه جرى تحرير 5 رهينة من مصرف فرنسي مشيرا إلى أنه لم يبقى سوى رهينة واحدة. في أخبار الرياضة، تدور السبت القادم الدفعة الأولى من مواجهات الجولة 18 لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث يلاقي نادي حمام لنف جاره مستقبل سليمان ويباري الملعب التونسي بمركب الهادي النيفر شبيبة القيروان، ويستضيف ملعب 7 مارس لقاء اتحاد بن قردان والترجي الرياضي، ويحل الاتحاد المنسيري ضيفا على جاره هلال الشابة، وتستكمل الجولة يوم الأحد عندما يستضيف النجم الساحلي بملعب بوعلي الحوار اتحاد تطاوين، ويستقبل النادي الصفاقسي بملعب الطيب المهيري النادي البنزرتي، فيما يستضيف النادي الافريقي بأولمبي رادس نجم المتلوي. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وتذكير بابرز ما جاء فيها في هذه العناوين. تضامنا وتآزرا مع الشعب اللبناني، عودة الطائرتين العسكريتين إلى أرض تونس واللتين أمنتا مساعدات طبية وغذائية. مجلس الوزراء يقر حمل الكمامات في عدد من الفضاءات ويدعو إلى تكثيف حملات التوعية بضرورة التوقي من عدوى فيروس كورونا. مشاريع تنموية تراوح مكانها وبحث في حلحلة إشكاليات تعطيل إنجاز مشروع تبارورة ومترو صفاقس. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.